هل تتصور بان من تناديه قادر على الاجابه؟ هذه تساؤلات يعني تخطر ببال المؤمن عندما يتامل قصه سيدنا يونس عليه السلام. مقارنه بواقعنا الذي نعيشه اليوم وواقع المسلمين. طبعا لم يعد لديهم الا الدعاء لعلاج مشاكلهم، وعلى الرغم من ذلك فان هذا الدعاء غالبا لا يستجاب، لماذا؟ ربما لاننا فقدنا الاخلاص الدعاء يا احبتي له شروط ومن اهم شروطه امران الاخلاص والعمل فالاخلاص يعني اننا نتوجه بقلوبنا وعقولنا الى الله وحده اثناء الدعاء وحتى نصل لهذه المرتبه ننظر الى سلوكنا هل تصرفاتنا واعمالنا واقوالنا ترضي الله هل لا نبتغي الا وجه الله بها؟ العمل ايها الاحبه عندما يقوم به الانسان لوجه الله فان الدعاء سيستجاب. طبعا عندما ندرس ونتعلم اسرار الكون والطبيعه واسرار النفس ومن ثم نفكر بطريقه علميه نطور انفسنا وتكون اعمالنا خالصه لله في دراستنا في عملنا في تجارتنا في معاملاتنا في هذه اللحظه سيستجيب الله تبارك وتعالى لنا ولكن المشكله ان معظم المسلمين فقدوا الاخلاص والعمل ولم يبقى لديهم من اسباب استجابه الدعاء الا المظهر الخارجي ولكن ايها الاحبه القلب هو الاساس فالله تعالى لا ينظر لاشكالنا ولا ينظر لصورنا ومظهرنا الخارجي ولا ينظر لأناقتنا لا ينظر لجمالنا لا ينظر للدنيا ابدا بل ينظر الى قلوبنا فهل قلوبنا نقيه مثل قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا يونس عليه السلام هل نحن متواضعون مثل تواضع هذا النبي الكريم هل نتقرب من الفقراء هل ندنو من المساكين كما سي... كما كان يعني سيدنا يفعل ذلك ماذا عن انفعالاتنا؟ هل نغضب لله فقط؟ هل نحب لله؟ هل نرضى لله؟ هل نشعر بمعاناه اخواننا في الايمان؟ والله ايها الاحبه لو طبق المسلمون هذه الاشياء لو طبقوا حديثا واحدا فقط من احاديث النبي لكانوا اسعد الناس النبي ماذا قال؟ هذا حديث خطير ايها الاحبه للاسف قلّما تجد من يطبقه اليوم يقول عليه الصلاه والسلام لا يؤمن احدكم نفى صفه الايمان طبعا العلماء قالوا لا يكتمل ايمان احدكم ولكن والله ايها الاحبه على مسؤوليتي اقول لا يؤمن احدكم كما قال النبي لا يؤمن احدكم يكاد ينزع الايمان من قلوبنا متى؟ حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. معظمنا أيها الأحبة لا يطبق هذا الحديث. يريد أن 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 يعني يأخذ من الدنيا كل شيء ولا يعطي غيره أي شيء، يريد أن يمنع الخير عن غيره. لذلك أيها الأحبة لو طبقنا هذا الحديث اليوم في العالم الإسلامي نجد أن نسبة المؤمنين قليلة جدا جدا جدا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أخي المؤمن، هل بالفعل أنت تحب لأخيك ما تحب لنفسك؟ هل أنت إذا هناك صفقة، هناك خير، هناك مبلغ من المال، تتمنى أن يأخذه أخاك المؤمن، آه و و و و يعني تبديه عن نفسك؟ هل تفعل ذلك؟ الملحدون يتعاونون اليوم ايها الاحبه يتعاونون ويخترعون ويطورون وتجد لديهم الكثير من صفات الاسلام من اخلاق الاسلام نجدها في الغرب لديهم فهذه الكوارث التي تحل اليوم بالعالم الاسلامي ايها الاحبه لها سبب رئيسي هو البعد عن الاسلام عندما تصلح نفسك ايها الانسان سوف تنصلح الامور من حولك ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم لذلك ايها الاحبه هذه الاشياء تذكرني بذلك الموقف الصعب الذي احاط بنبي كريم من انبياء الله عليهم السلام وهو سيدنا يونس وهو في بطن الحوت قذف في البحر ليلا فالتقمه الحوت فعاش لحظات في ظلمات متعددة ظلام البحر وظلام الليل وظلام بطن الحوت ولكنه لم ييأس ولم ينس ربه فكان يسبح الله وهو في بطن الحوت سبحان الله نحن الآن أيها الأحبة كل هذه النعم التي تحيط بنا وننسى أن نقول سبحان الله ننسى ذكر الله هذا النبي الكريم وهو في حالة شديدة في بطن الحوت ماذا قال؟ قال تعالى وذنوني ذنوني يعني سيدنا يونس النون هو الحوت وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين طبعا أيها الأحبة عندما غضب على قومه هذا النبي الكريم وتركهم من دون اذن من الله سبحانه وتعالى وظن ان الله لن يبتليه ويختبره ويمتحن ايمانه وقع في هذا الموقف الصعب فنادى مباشره بدعاء عجيب ايها الاحبه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دعاء الكرب، دعاء الشده، دعاء الضيق. كم من موقف نتعرض له اليوم في هذا العصر عصر الظلمات انا يمكن ان اسميه عصر مليء بالظلمات. نحتاج الى هذا الدعاء ان نفعل هذا الدعاء ايها الاحبه. سبحانك اني كنت من الظالمين. ايها الاحبه هذا الدعاء قاله هذا النبي في اشد الظروف. في الظروف لا يمكن لاحد ان ينجيه الله تعالى ماذا قال؟ فاستجبنا له، الفاء هنا لسرعه الاستجابه، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، لذلك ايها الاحبه يعني هذه الايه هذه الايه هي علاج لهمومنا ومشاكلنا. مهما كانت مشكلتك كبيرة لن تكون أكبر من مشكلة هذا النبي لن تكون أكبر من مشكلة إنسان وضع في, في بطن حوت لا أحد يستطيع أن ينجيه إن الذي نجى هذا العبد الصالح هو بركة هذا الدعاء دعاؤه لربه الله هو, هو القادر على أن ينجيك من أي موقف من أي مشكلة تتعرض لها ولكن بشرط ان تتذكر وتحفظ هذا الدعاء كما تحفظ اسمك وتكرره في كل موقف لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين واخيرا ايها الاحبه ندعو الله لجميع المسلمين ان يكشف عنهم الغم وان يبدلهم فرحا وسرورا ورحمه منه انه على كل شيء قدير واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته